انت ليه محسسني يا شيخ حسن ان احنا جايبين الفلوس اللي معانا دي من مشروع خيري؟ ايش حال ان ما كناش سارقينها؟ اخلص! ايه؟ اوعى تقول كلمة دي تاني. صلى على النبي مفيش حاجة. ايه سارقينها دي؟ مش هقولها، مش مين خلاص. عاوز تطلع الشيخ حسن في الاخر حرامي؟ انت داخل تعمل كده؟ انا لو عندي شك واحد في المليون، واحد في المليون ان الفلوس دي حرام، ما كنتش طلعت معاكم الرحلة الغابرة دي، وخدت من الفلوس اللي انتوا خدتوها دي. طب والفلوس اللي معانا دي نسميها ايه يا شيخ حسن؟ منحة ولا هبة؟ اقول لك نسميها ايه؟ غنيمة. الله يفتح عليك يا شيخ حسن، الله يفتح عليك، هو ده الكلام. الله، ما هو حق.